معنا من رفح مراسل العربي أحمد البطة. أحمد أهلا بك معنا، توقف معك عند آخر التطورات، هذه الاستهدافات حصيلتها أيضا. أحمد، في رفح أقصى جنوب القطاع 7 من الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل وأراض زراعية خلال الساعات الأخيرة منذ مساء أمس. منزل لعائلة الجمل استهدف في المنطقة الشرقية للمدينة في محيط مستشفى أبو يوسف النجار. 6 من الشهداء من بينهم أطفال، دمار كبير خلفته هذه الغارة، بالإضافة لمنازل كانت قد استهدفت خلال الليلة الماضية في المنطقة الشمالية لمدينة رفح، ومنزل وسط المدينة خلف شهيد وعددا من الجرحى، وأيضا أراض زراعية منها إصابات أصيب بها عدد من النازحين جراء شظايا وصلت لخيام النازحين في تلك المناطق. عدا عن ذلك أيضا نتحدث عن استهداف منزل بغارة إسرائيلية في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس، منطقة الفخاري، وكانت مدفعية الاحتلال قد استهدفت تلك المنطقة وأراضي المزارعين هناك، بالإضافة لتوغل محدود من قبل آليات الاحتلال بمحاذاة الخط الشرقي القريب من منطقة الفخاري. هذه الاستهدافات أيضا تزامنت مع غارات إسرائيلية استهدفت وأيضا بالمدفعية تجمعا للمواطنين عند جسر وادي غزة، أدى ذلك لاستشهاد 4 من المواطنين، بالإضافة لغارات استهدفت المحافظات المختلفة خلال الساعات الماضية.